بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد. أولا دورة الماء. أولا حدد الحالات الفيزيائية التي يوجد عليها الماء في الطبيعة وفي الظروف العادية، يعني الظروف العادية 25 درجة و 13 هكتو باسكال. ثانيا أذكر 4 أمثلة لخزانات المحيط المائي. ثالثا اكتب بالترتيب مراحل دورة الماء. رابعا ما هي مجالات استعمال الماء؟ إذا هنا يدروها باختصار، كل عندكم في الدرس. ثانيا الأجسام الصلبة والسوائل والغازات. ما هي ما نوعي الأجسام الصلبة أنواع الأجسام الصلبة؟ أعطي مثالين، فقط مثالين لكل منهما. كيف يكون السطح الحر لسائل في حالة السكون؟ في حالة السكون، لأنه في حالة الجريان مثلا في الأنهار لا يكون في مستواه في على شكل مستوي وأفقي. إذا من خلال هذه التجربتين حدد في الشكل جانبه الحالة التي يكون فيها السطح الحر للسائل أفقيا ومستويا، علما أنه في حالة سكون. ثالثا ما هي الأجسام التي لا يمكن مسكها بين الأصابع؟ رابعا اعطي تعريف الأجسام المائعة واذكر مثالين لكل منهما. إذا كما قلت الذي لم يقم بتحميل التمارين، إذا من الأحسن أن يوقف الفيديو ويقوم بالإجابة عن التمارين فهي بسيطة. إذا فهذه الدروس الأولى بسيطة، الدروس اللي هتكون صعبة تقريبا هي الحجم. الدرس الثالث اللي تكون فيه الفرد جامع، مثلا جامع تجمع بين الدرس الأول والدرس الثاني والدرس الثالث. إذا نمر الآن للتصحيح. إذا دورة الماء، تحدد الحالة الفيزيائية التي توجد عليها المادة في الطبيعة وفي الظروف العادية. حدد الحالة الفيزيائية التي يوجد عليها الماء في الطبيعة وفي الظروف العادية. إذا كما قلت فالماء هو الوحيد الذي يوجد في الحالات الفيزيائية الثلاث: الحالة الصلبة، الحالة السائلة، والحالة الغازية. إذا يوجد في الحالة الصلبة على شكل ثلج وجليد، والحالة السائلة على شكل ماء سائل، والحالة الغازية على شكل بخار ماء. واذكر 4 أمثلة لخزانات المحيط المائي. إذا هناك عدة خزانات المحيط المائي، نذكر منها فقط 4. إذا هناك نهر، بحر، بئر، سدود، يمكن أن تضيف محيطات أو شلالات أو إلى آخره. إذا 4 خزانات للمحيط المائي. ثالثا اكتب بالترتيب مراحل دورة الماء. اذا كذلك لديكم في الدرس، ولكن سوف اعطيكم اختصار. اذا العملية الاولى تبخر، تالي تبخر الماء البحر، ثم يتكاتف ليكون السحب التي تدفع الرياح، ثم تساقط الأمطار وتلوج إذا انخفضت درجة الحرارة، بينما يتسرب جزء منه إلى باطن الأرض فيكون مياه جوفية. الآن ما هي مجالات استعمال الماء؟ إذا سوف كذلك في الدرس رجوع الدرس، إذا سوف أختصر فقط. إذا يستعمل في حياتنا اليومية، مثلا في الشرب، في كما قلت في غسل اليدين، في الاستحمام. إذن عدة وسائل لطهي الطعام، وكذلك المجال الفلاحي والمجال الصناعي. إذا المجال الفلاحي لا يمكنه أن يستغني عن الماء، كذلك المجال الصناعي حيث يتم أي مصنع فهو يتوفر على الماء لإنتاج منتوجاته. الآن ننتقل إلى الأجسام الصلبة والسوائل والغازات. ما هم نوعي الأجسام الصلبة؟
اعطي مثالين لكل منهما. ما هما نوعي الأسهم الصلبة؟ اعطي نوعين مثالين لكل منهما. إذن فهما مترسع وغير مترسع، مثل مثلا كرسي فهو متراس، بينما دقيق فهو غير متراس. إذا ننتقل للسؤال الرابع. إذا حدد في الشكل جانبه والحالة التي يكون فيها السطح الحر للسائل أفقيا ومستويا، علما أنه في حالة السكون. إذا في الحالتين يكون فيها في حالة السكون، رغم أن هذا الشكل فهو أمامي له شوية باش يبان، شوية باش يبان، داروا نفس الشكل. في الشكلين حدد في الشكل جانبه والحالة التي يكون فيها سطح الحر للسائل أفقيا ومستويا، علما أنه في حالة السكون. إذا كما نلاحظ فهو يبقى سطحهما في كلا الحالتين في حالة السكون. إذا ما هي الأسهم التي لا يمكن مسكها بين الأصابع؟ من طبيعة الحال هي السوائل والغازات، حيث نلاحظ السوائل تجري في المياه في الأنهار والوديان، وكذلك الغازات فهي تنتشر لتكون الرياح. رابعا، أعطي تعريف للأسهم المائعة واذكر مثالين لكل منهما. إذا هي السوائل والغازات، حيث نلاحظ جري الماء في الأنهار والوديان، وكذلك الغازات التي تجري على شكل سحب. إذا الموائع دائما نسمة الموائع، يعني إما السائل أو الغاز الذي يتميز بقدرته على الجريان. إذا بهذا نتمم حصتنا اليوم، وإلى لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.